النهارده ان شاء الله استعرضنا ايه المهام اللي بيقوم بيها المشرف الثقافي في النادي. انتوا بالتاكيد ادرى بها، لكن لانها مختلفه من نادي لاخر، ربما لو لقيت نفسك في بعض المهام جايز هتلاقي مهمه بالنسبه لك جديده ربما. ويهمني ان ما يبقاش المساله محاضره وانما تبقى محاوره. المحاوره هنستفيد منها اكتر في كل نقطه نعرضها، اذا كان في تجارب، اذا كان في يعني امور صعوبات بتقابلنا، يبقى بنتبادل الخبره فيها، بحيث ان يبقى هذا اللقاء ما هوش محاضر، اعتبروه عصف ذهني، اعتبروه مختبر، اعتبروه اي مسمى من المسميات، ورشه عمل. المهم ان احنا بنعدي على المهام قدامنا ونمسك مهمه مهمه ونشوف. شفت المهام اللي واردة ليا ولقيت انها بتنقسم الى 5 مجالات، ممكن نسميهم تسمية يعني مقترحة، انه مجال تنظيمي، والمجال الاخر هو المجال الرياضي، المجال الثالث هو المجال الثقافي. مش مقصود بالترتيب شيء معين، يعني حتى لو المسمى مشرف ثقافي مش مقصود ترتيبها الثالث يعني، وانما ده مجرد توزيع للمهام. المجال الاجتماعي، ثم المجال الدراسي اللي هو علاقة النادي بالمدرسة. تركيز المطلوب التميز، ومحدد بنوده، محدد مؤشرات. جميل جميل. لذلك ما في يعني بسهولة يعني انا اللي حابب اتكلم جميل من الاصل، احنا في ضمن الصورة ونمشي من خلالها.